هاي سو اليوم حجرب قد ما في اشرح لكم عن كيف بنشتغل ببروجرامات المونتاج او اتليست ادوب بريمير. سو انا بستعمل بريمير لسبب اللي هو انه في اكثر من بروجرام موصلين ببعض مثل فوتوشوب لايت روم افتر افكتس اوديشن سو كله انتجريتد ببعضه. يعني لما عاوز اعمل شغله معينة بالصوت معينة بالإيفكت بقدر بروح على بروجرام مخصص بهذا الشيء وتلقائيا بيكون مربوط ببريمير. مع يا بهذا الفيديو أو بغير فيديوهات لقدام حنشوف كيف هذا الشيء حيصير وقديش بيسهل الشغل. سو تما كتير طول بالحديث، هذا الفيديو حنشوف شو هو بريمير، شو الأشياء، يعني كيف نفتح بروجي جديد، شو الأشياء اللي حنشوفها قدامنا على المونيتور، كل شغلة شو بتعمل، شو الأشياء اللي منعوزها بالقليل نقدر نبلش ونصير قادرين نستكشف هذا الشيء نحن لحالنا. سو خلينا نفتح بريمير. و بلس في شغلة اوكي هلا بقولكم عنها. اوكي سو هون من بعد ما نزلنا بريمير، هلا انا في بروجيات هو كلها اشياء قديمه، انتو هول ما رح يكونوا موجودين. سو حنعمل نيو بروجكت. بالنيو بروجكت عم بيميز عنا اول شيء فوق نيم اللي هو شو حيكون اسم البروجي. سو نحن حنسميه توتوريال. اوكي حنجي لهون لوكيشن. سو افضل شيء على طول نحط الفايل او اتليست انا هيك عم بعمل محل ما عنا الفوتج الأساسية. سو أنا اليوم حكون عم بشتغل بفوتج استعملتهم مع ابن خي، عم بحب يتعلم تصوير وهيدول. سو لما عم بقدر عم باخده نعمل أشياء مهضومة هيك بيتعلمها من هو صغير، وهوبفلي هذا الشيء يساعده لبعدين بحال حب يكفي بهذا الشيء أو شيء يكون اكسترا عنده. سو هول الأشياء اللي حاشتغل فيها. سو هعمل select هون بقلب هيدا الفولدر تلقائيا حياخد هيدا اللوكيشن. هون حيكون عنا بالجنرال هالشي اللي كنت عم بحكي عنه اللي هو في يعني PC او ماك في افضلية للبروجرام. سو هاي واحدة منهم اللي هو الميركوري جي بي يو اكسلريشن كودا، هيدا شي ضمن انفيديا جي فورس. سو هل اكسلريشن حنستفيد منه بس بكل شيء بي سي عنده انفيديا جرافيكس كارد. سو على طول الافضليه نختار هذا الاوبشن. باقي الاوبشنات هلا بالبي سيات الجديد منه عاطل، بس انه هيدا حتسرع الشغل بالاخص بالاكسبورت رندر ايفكت هالاساس. باي ديفولت اتس سيلكتد اذا موجوده. فيديو سو في عنا الفريمز افضل شيء نشتغل بالتايم كود، معظم العالم تشتغل بالتايم كود، انا تعودت اشتغل بالتايم كود. اوديو سامبل مثلا شون سو هيدا ما بحياتي مغير فيها. سو اوديو سامبل كابتشر هي هيدا حاليا ما كتير نستعملها لان صار كل شيء ديجيتايزد. سو كل الفوتج هو HDV. الDV هو كل شيء قديم او SD، يعني ايام التيفيات القديمه كنا نصور على كاسات بينوصل الكاميرا ديركت على البي سي او بيكون في ماشين بينحط فيها التيب بيمشي منه ومنه بنعمل كابتشر تيصير الفوتج ديجيتايز. سو بنتركها على الاتش دي في. كولر مانجمنت هون تكنيكلي لا اشياء لها علاقه بال 3D وهدول الاساس سو ما كتير بتاثر علينا. السكراتش ديسك هو وين حيكون عم بيضب الكاش الاشياء اللي عم نشتغل فيها الاشياء اللي بتساعد البروجرام يشتغل. سو انا تلقائيا بما انه حددت له وين الفايل بدي اياه هو حياخد كل هدول على هيدا اللوكيشن. انجست سيتنجز هي بنستعملها او اتليست انا بستعملها لما يكون عندي فوتج 4K كتير طويلة وبدها processing power كتير عالية. سو بعمل ingest هيك بس حط الماتريال بقلب البروجرام هو لحاله بيعمل كوبية عنهم ب media encoder وبيخليني هذا الشيء استغل ب proxy. البروكسي هو
الفيديو هو ذاته بس بريزولوشن اخف، سو هذا الشيء بيسرع شغل، ما بياخد كتير وقت الرندرينج وهدول القصص. بخلص الشغل برجع بنقله على الفوتج الطبيعية او الريزولوشن الطبيعية وبعمل الاكسبورت وهيك بيكون تمام. سو هلا نحن ما لنا بحاجة لهذا الشيء، فينا يمكن بعدين بغير فيديوز بفرجي هذا الشيء كيف بيصير. سو نقبص اوكي. هلا حنروح على الفوتج. عادة انا كل الفوتج اللي بستعملهم بحطهم بفولدر واحد، هيك كل شيء عم بشتغله بروجيات بحال بدي ارجع له لبعدين حيكون عندي كل الماتريال موجودة بقلب فولدر واحد. سو هون فتح عنا بريمير. اوكي سو في عنا بانل 2 3 4، هول باي ديفولت بيفتحوا. فوق في عنا learning اللي هو كمان هيدا الشيء بيساعد بحال حبيتوا تستكشفوا هيدا الشيء بيساعدكم بريمير. assembly هي لما عم نفوت الفايلات، سو هلا بنشوف كيف حاستعملها تشوفوا كيف هيدا الشيء. editing اللي هي بنشتغل فيها اللي هي اول وحده فتحت. coloring تلقائيا هو بيدرجلج الاشياء على اساس عم نشتغل نحن بالcolor grading. effects عم بفرجينا الايفكتس بانل بيساعدنا بس انه معظم الاشياء بعدها هي ذاتها. الاوديو عم بغير تيسير كل شيء ريليتد للاوديو بيساعدنا بشغل الاوديو. جرافيكس اند كابشنز هيدول اشياء ريسنتلي بلشوا يستعملوهم ببريمير وبيساعدوا كتير بالشغل بالاخص باللور ثيردز وهيدول الاساس. سو هلا فينا نستعمل شيء منهم ضمن الفيديو تتشوفوا كيف هدول بيصير شغلهم. اللايبرري هي كل شيء اوريدي نحن عنا اياه قريب للاسامبلي. سو حنروح على الاسامبلي. فينا يعني في طريقتين او اكثر تنعمل امبورتيشن للفوتج تيصيروا بقلب بريمير نقدر نشتغل فيهم. اول وحده هي نعمل رايت كليك على هيدا البن اللي هو البروجكت امبورت، بيفتح لنا بانل بنحدد له نحن وين بدنا او شو بدنا الاشياء وهو بيعمل لها امبورت. سو نحن عنا هذا لوكاس، سو عنا هيدا الفايل هيدا الفايل images ما بدنا هيدا الفيديوز فيديوز فيديوز هيدا فايل الميوزك. هلا كرمال الميوزك انا في ويب سايت بستعمله اللي هو Epidemic Sound، بتوتوريال ليه حاشرح ليش عم بستعمل هيدا البروجرام شو الادفانتج تبعه على غير ويب سايتس. بكلف $15 بالشهر بس اتس كوبي رايت فري. بقدر استعمل هيدا الشيء على يوتيوب فيسبوك انستغرام حط ادز بلا ما يكون عندي كوبي رايت كليم او بروبلم. اوكي سو هلا عملنا سيلكت، اخذ بس الفوتج ما اخذ الفولدرات. سو ويتش از سمثينج جود اقدر اشرح لكم عن الطريقه الثانيه. سو الفولدرات نجي بي سي دي جو بروتست وذ لوكاس. سو هذا اول فولدر كنت عامل له سيلكت. سو تاني طريقة هي drag and drop، هي فتحنا هيدا الفايل نلقطوه نكبه هون اعمل import تاني فايل. سو مثلنا شفناه عم يعمل ال ingestion progress وهيدا هيدا music. اوكي سو هلأ صار عندي كل الماتريال انا بحاجة لقلها تكون عم اشتغل بهيدا البروجي. سو فيهم يبينوا بهيدي الطريقة. هون فينا نحط icon view ببين عنا الفوتج، ببين مثل thumbnail لقلون بيسرع كرمال بعدين. هلا بنشوف كيف عم ننقل الفوتج بهيدي الطريقة. وهول الفايلات فتح فيهم كل شيء فيديوز. هلا usually انا بتركها بالthumbnail view إلا لما يبلش يكبر البروجي ويصير عندي كذا سيكونس، ساعتها بتصير أفضل أن أحطهم هيك تقدر أميز الفرق بيناتهم. أوكي سو نرجع على الأساس. سو
بدنا نروح على الاديتنج. بالاديتنج بقى عنا مثل ما عم نشوف البن اللي حطينا فيها كل الماتيريال، وفي عنا هالمحل. سو تنشوف كل وحدة شو فيها. سو هون في عنا السورس مونيتور، اللي هي اذا عملنا دبل كليك على فيديو حيفرجينا اياها بالسورس مونيتور. نقدر نعمل نحن لقدام لورا على السريع تنشوف شو عنا. نقدر نكبس سبيس حيمشي الفيديو بالريل تايم تبعه مع الصوت. نقدر نعمل ان او نحدد من وين لوين بدنا. نقدر ناخد بس الصوت من الفيديو. So yeah, it's super flexible. Premiere Composer هيدا مثل شيء انا plugin زيدو على Premiere، سو ما رح احكي عنه بهيدا الفيديو. الايفكتس هن كل شيء افيات فينا نستعمله، من presets ل color grading ل audio effects, audio transitions, video effects, video transitions. سو هلا عبر الفيديو حاشرح عن كل وحده من شو لشو بتختلف، شو الاشياء اللي بنعوزها وشو الاشياء لا. هون في عنا effect controls، سو كل شيء نحن عم نزيده افيات ان كان بالصوت او بالصوره حنلاقي الافكت كنترول هون حيفتحوا عنا. هلا حنشوف قدام كيف يصير. اوديو كليب ميكسر كمان هلا بنشرح عنا لما نفتح السيكونس. وهون في عنا الميتا داتا اللي هي عم تشرح لنا كل شيء ديتيلز عن شو عنا فوتج. سو نحن اي ثينك لقطين فيديو اللي هو هيدا الفيديو، سو عطينا كل تفاصيله هون، اديته الكليب، ادي الفريم ريت وهالقصص. اوديو تراك ميكسر كمان هلا بيبين عنا بس نفتح. التكست هن كل شيء ريليتد للجرافيكس. سو ذاتس ات. اوكي سو هون حيكون عنا البانل اللي هي عم نشتغل فيها بالريل تايم. هلا بس نفتح سيكونس حيبين عنا الفيديو اللي عم نشتغل فيه. وهون حيكون عنا التايم لاين اللي هو المحل ما حيكون فيه سيكونس ان كان للفيديو او ان كان للاوديو. اوكي وهون في عنا التولز. التولز هن الادوات اللي عم نستعملهم. هلا الماوس الكرسر الموجوده هي هيدا السلكشن تول. اذا بنلاحظ حدا موجود بين براكتس اللتر في، سو هيدا الشورت كت تبعها على الكيبورد هو الفي. سو اذا كبسنا في على الكيبورد حيطلع لنا هيدا الشيء. هلا عم بكبس ما عم يتغير لانه اوريدي نحن سلكتد على هيدا الشيء. تراك سلكشن فورورد تو. سو هلا بنشوف عبر السيكونس هيدا شو الادفانتج وين بنستعمله، مثل ما عم نشوف كمان الاختصار تبعه هو حرف الـ A على الكيبورد. سو كبسنا A لحاله أخذها، هلا عم بكبس فيه لحاله أخذ الـ A. اوكي من بعدها في عنا الريبل إديت تول، الاختصار تبعه كمان حرف الـ B، سو كبسنا B راح عليه. من بعدها في عنا الريزر تول اللي هي الـ C، الاختصار تبعه على الكيبورد. من بعدها عنا السليب تول، في عنا البن تول، عنا ريكتانجل تول. هيدا واحدة من الاشياء الجديدة، كل شي فيه تحت منه فلاش اذا كبسنا عليها حيطلع لنا انه فينا نغير اكتر من شغلة. هاند تول كمان والتاكس تول. اوكي سو في عنا طريقتين نقدر نفتح فيهم السيكونس. سو فينا نحن نحدد انه بدنا سيكونس معينة بأشياء معينة، وفينا نستعمل الطريقة الثانية اللي هي لما يكون عنا فوتج مختلفة ومنا أكيدين شو بدنا أفضل سيكونس ونستعمل منه بيفتح شو اسمه. سو على الكيبورد في عندي حرف الزال اللي هو تحت الاسكيب، إذا كبسته وعامل هوفرينج فوق حيالله شيء بيصير عندي إياه بالفول سكرين. اوكي سو هون كبرتها انا تيصير عندي هيدا السبيس تقدر استعمل الرايت كليك بالشكل المضبوط. سو اول طريقة تنعمل سيكونس هي رايت كليك نيو ايتم سيكونس. سو حتفتح عنا هيدا البيج. تاني طريقة اللي هي حننزل على الزاوية اللي هي كمان حيبين عنا نيو ايتم سيكونس،
حيبين عنا هيدا السيكونس. سو هون حنسمي هيدا الشيء first. هلا نشوف تاني طريقة. HDV 1080 24 frames. اوكي سو هيدا اكتر شيء بنستعمله لما نكون عم نشتغل شيء سينماتيك، يعني بدنا يكون قريب من الفيديوز اللي بنشوفها بالسينما، اللي هو بيكون فيه اسلومو حركة مع بلورينس، هالفيديو اللذيذ اللي بنحضره. سو هي بهالسيكونس. اكيد كل شخص عنده حرية يستعمل السيكونس اللي هو بيلاقيه مناسب لشغله. فيكون شغلنا على سيكونس 60 فريمز let's say، بيجي بالريل تايم، حيكون كل شيء سريع وهالقصص. سو ما كتير حنفوت بتفاصيل هذا الشيء هلا، حنتركها 24 فريمز. هون حنروح على السيتنجز. السيتنجز حيبين لنا بهذا السيكونس شو الاشياء بالتفصيل تبعه. سو هون في عنا كل ال مودز من ضمنها ال HDV 1080p 1080i كاستم، بحال نحنا بدنا نحط سيكونس معين. هيدا اكتر شي بنستعمله لما نكون عم نعمل فيديوز لانستغرام، تيك توك، كل الاشياء اللي بنشتغله على الموبايلز. كل مين في عنده aspect ratio معينة، سو على اساسه بنحدد نحن شو بدنا الهوريزونتال والفيرتيكال ستاف. فريم ريت مثل ما قلنا في عنا كل هالفريم ريت، سو فينا نحدد منهم 1440 باي 1080 اتش دي فيلز. اوكي سو هاي كلها اشياء ما رح نفوت فيها هلا، مع الوقت بيصير اكتر ادفانسد الواحد استعمله. تراكس تلقائيا حيعم بيقلنا انه حيفتح 3 اوديو تراكس مع هيدا سيكونس. في ار ما عم نشتغل في ار سو ما رح نفوت فيها. سو بالمجمل الاحوال نحن حنعوز هالصفحة، الا اذا عم نعمل شيء محدد بنروح على السيتنجز وبنحطه على الكاستم نستعمله. سو حددنا له انه بدنا ال 1080 24 فريمز، سمينا السيكونس تبعنا فيرست، كبسنا اوكي. تلقائيا رجع صغر الصفحة، فتح عنا السيكونس هون وصار موجود هون، وبنقدر نشوف الاختلاف. يعني هيك شكل السيكونس، هيك شكل الكليب العادي. اوكي سو هلأ بالتايم لاين في عنا هيدا السيكونس. سو في عنا فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3، في عنا اوديو 1 اوديو 2 اوديو 3. سو ليش انا عم دور الاشياء وطفيها؟ سو بريمير بيشتغل بطريقه يعني تحديد الاشياء. سو بمعظم الوقت في عنا اختصارات على الكلافيه، بنكبسها بتسرع البروسس من ما انه نكون عم نكبس كل شغله لحالها ونروح ونجي بالماوس وهيك. سو لما تحدد له وين بدك تنزل الاشياء، هيدا الشيء بيسرع وكرمال انت البروجي تبعك ما ينتزع، بالاخص بالبروجيات الكبيره. هون في عنا insert and override sequence as nest or individual clips. اوكي هيدي كرمال بعدين بقدر اشرح لكم عنا كيف تشتغل، هلا ما رح نعوزها سو بنتركها باي ديفولت. snap and timeline الاس اللي هي هلا كمان بشرح لكم كيف تشتغل. Linked selection هون اذا بدنا الفيديو والاوديو يكونوا يعني مرتبطين ببعض، سو هيدا اذا عاملين لسلك ما بنقدر نفصل الاوديو عن الصوره. اذا عملنا شيء بالصوره بنفس الشيء بيصير بالاوديو. انا على طول بطفيها لان في كتير محلات ما بستعمل الاوديو تبع الكليب. اد ماركر هيدا بنحدد اشياء بتساعدنا بالمونتاج. Timeline display settings هي settings اللي بنقدر نفوت فيها. هلا ما رح نفوت بهالتفاصيل تبعها، نحن عم نحكي عن ال basics. وهون عم بيكون عنا ال audio monitor تنشوف قد ايه الدبي عنا تنحدد الصوت. So هيدا أول طريقة تعملنا فيها هيدا sequence. تاني طريقة هي نعمل right click على الكليب فيديو كليب ونعمل new sequence from clip.
سو تلقائيا فتح لي سيكونس جديد مثل ما عم نشوف هون. هيدا صار سيكونس بنفس اسم الفيديو، وهيدا سيكونس فتح على الدايمنشنز تبع هالفيديو. سو الفيديو هو 1080، سو فتح سيكونس بالسيتنجز تبع 1080. هالفيديو مصور ب 24 فريمز، سو فتح سيكونس بال 24 فريمز. هول كلهم اشياء فينا نشوفها اذا كبسنا على البروبرتيز. سو هون هدول عنا كل الاشياء التفاصيل. اوكي سو نحن بهيدي الحاله منا بحاجه لهيدي الطريقه، بس هيدي بتساعد يعني للي ما عنده فكره عن شو الكلوبس اللي عم بيشتغل فيها او شو ضياع او عم بيسرع شغله او شيء. سو بتستعمل هيدي الطريقه تما يعمل زوم ان زوم باك وهالقصص او كروبينج تا يثبت الفيديو. اوكي سو حنجي في عنا اول فولدر اللي فيه هالفيديوز، سو حنقطعهم نحطهم على السيكونس. سو انا اللي عملته هو حطيت كبست على اول فيديو، رجعت عملت كنترول اي اخذت كل شيء. سو اول فيديو شيفت كبست على اللي تحت، سو عملت سيلكت بس لهدول الاشياء. سو بنحطهم على التايم لاين. سو فتح عندي هيدا المسج اللي هو this clip does not match the sequence settings, change sequence match clips. سو عطيني two options اللي هن change sequence settings او keep existing settings. سو نحن بهيدا الحالة انا حددت له settings تبع ال sequence. سو انا بدي اياهم يضلوا بنفس ال settings. سو ما بدي اغير شيء. سو بما انه طلبت هيدا الشيء وهل فوتج مصورين 2.4K، سو بيفتحوا عندي ما في بروبلم عليهم، بس بيكروب يعني مأكول جزء من الصور. سو عامل زوم ان تيعدله على اساس ال 1080. سو نجي لتسي هون نلقط هيدا الكليب، بنروح على الافكتس كنترول، اذا عملنا زوم اوت هيدا 1080، هون في عنا 2K كمان لا. سو شكلنا اوكي. سو عملنا سكيل داون لل 75% تصارت الصورة كلها عنا اياها يعني هون. سيت ان لي شيء يبين معنا فيه كل شيء او يبين الفرق اتليست. سو هون ليتس سي بهيد الفوتج. سو هون على ال 75 وهيدا اول ما فتح. سو هو اول ما حطينا الفيديو على التايم لاين كان هيك، على ال 75 صار عنا الصوره كامله ما ناقص شيء من الترافق. سو فينا نعمل نفس الطريقة لكل الكليبس. هي بنجي على هيدا تلقائيا بالافكتس كنترول بنحط 75 كمان بتزبط. وفينا اذا عنا اكتر من كليب نعمل كوبي لهيدا الكليب، نرجع نعمل سيلكت للفيديوز الباقيين، نعمل بيست اتريبيوت بنحدد له انه نحن عم بدنا ناخد السيتنجز تبع الموشن. تلقائيا هدول صاروا صفر. سو هون هالفوتج صار عندي اياها تلقائيا 75. هيدي اكتر شي بنستعملها اذا في عنا اشياء قريبة من بعضها، عاملين كروبينج او مغيرين الوان او شي. سو تما نشتغل بهيدا الشي كتير نعمل كوبي بيست اتريبيوت، بنحدد اللي بدنا اياه وبيعملن كوبي. سو هون حنروح على الفولدر الثاني نلقط شو عنا فوتج وكمان بنحطهم على التايم لاين. سو حنفصلهم تما نضيع بيناتهم. اوكي سو هون كمان الفوتج عندي ايه هون properties
سو 4K هيدول الفوتج مصورين. سو بدنا نعمل سكيل داون. سو هون بما انه 4K بدل 7550، سو عملنا سكيل داون 50%. يعني هيك فتحت الصورة على السيكونس وهيك هي كل الصورة. سو بما انه كلهم نفس الشيء هنعمل كنترول سي على الفيديو اللي عاملين له سيلكت، نرجع نعمل سيلكت لباقي الفيديوز، نعمل بيست اتربيوت موشن، نعمل له سيلكشن. سو من قريب بنشوف صار عنا كل الفوتج، بنعمل له سكيلينج 50% تنتأكد من هذا الشيء. انك وصل الكليب بنطلع هون اللي انه اتس سكيل داون. اوكي، بيضل عنا الفوتج تبع الكاميرا اللي هن 1080، نحطهم على التايم لاين. هون بال 100% إذا عملنا كروب داون بنلاحظ إنه ما أدريان، وهي بدها تضل بال 100% اللي هي بيست على ال sequence settings. اوكي، سو هون حطينا كل ال footage حد بعض، صرنا عارفين شو الأشياء اللي عنا إياها. مثل ما ملاحظين نزل عنا V1 اللي هن الفيديو، و A1 اللي هن الأوديو. سو هون نجي منبلش نحضر الاشياء. سو هيدي لقطة عتمة ما بدي اياها، سو بمحي هيدا الكليب لان عارف انه ما راح استعمله. تشلته عملت سلكت عليها، هون عملت كنترول سي رجع ردينا هيدا الشيء، سلكت ديليت على الكيبورد محيها. هون ترجع ما اخسر هيدا سبيس او ما يصير عندي غلط بالتايم لاين، بعمل سيلكت ديليت برد الفيديو على الاول. اوكي، تعمل زوم ان زوم اوت على الكيبورد، فينا نستعمل هيدا هون بالماوس او بالكيبورد بالبلس والماينس، نقدر نتحكم بهيدا الشيء. ونفس الشيء هون نكبر ونصغر، هون كبر نصغر. واذا بدنا نعمل بالشورت كت نكبس شيفت، وبالسكرول ويل تبع الماوس نقدر نعمل هيدا الشيء كان للفيديو كان للاوديو. اوكي، سو يوجوالي اللي بنعمله بنمشي بنحضر بالفيديو شو عنا اشياء لقطات بدنا اياها بنحددها. سو ليتس سي انا بدي فرجي لوكاس. سو هول هن تلات كاميرات مصورين يعني نفس الشيء. سو اذا بحطهم فوق بعض كمان بقدر اشتغل هيدي الطريقة. اوكي، سو عم نمشي عليهم بطريقة سريعة. الطريقة اللي كنت عم بحكي عنها بالأول هي لما نفتح الفيديو بالسورس بانل نعمل select in to out. so let's say هيدا الكليب اللي محيناه، هيدا هو الكليب. so هون مثل ما ملاحظين في عندي شاشة وشاشة تانية، وهيدي مش مربوطة بهيديك. عم بعمل play، عم يبين عندي هون إذا بعمل play بيشتغل هون وعم يشتغل بالتايم لاين. مثل ما ملاحظين عم يشتغل تايم كود، it's two separate things. سو هلا حطينا كل شيء هون، هلا بدي اروح على السيكونس اللي بدي اشتغل فيه واحدد الاشياء. سو بنعمل نيو سيكونس نسميه درافت، كمان نتركها 1080. سو بهذا الدرافت بدي استعمل ميوزك. سو قبل قلت لكم عن ابيديميك اللي انا بنزل منه الميوزك،
بأكاديميك، بس تنزلوا تراك بيسمح لكم تنزلوا بكذا طريقة، اللي هو فيكم تنزلوا الغنية كاملة كله، فيكم تنزلوها مقطعة يعني كانسترومنت. سو أنا نقيت هيدا الكليب. هلا ما كتير حاشرح عن هيدا الويب سايت، ما كتير يطول الفيديو. سو خلينا نسمع الأغنية. اوكي سو انترستينج، انا بدي استعمل تقريبا اول بارت منه يعني لحدود هون. سو بنعمل كات، نلقط الباقي بنمحي. اوكي باقي الكليبس هن ال individual tracks بقلب هالغنية تن عملية هالغنية. سو حطهم تشوف شو هني. هعمل ميوت لأول كليب تما يطلع الصوت. هتشوفوا انه فتحوا حد بعض which is غلطة مني. so نلقطهم نحطهم فوق بعض. اوكي so مثل ما شايفين انه بلشوا من نفس المحل خلصوا من نفس المحل. so هن نفس الغنية بس مقسمين. سو هون بما انه هلا عم بشتغل بس بالاوديو، سو في كبر هيدي الشاشة تشوف شو عم بشتغل. اوكي سو بنجي نعمل سولو على اول تراك اللي هو هيدا تسمع شو فيه. اوكي سو ما بلش عند الدرامينج، ما بلش البيز، ما بلش ولا شيء، لان هيدا السيكونس فيه بس هيدا الشيء من الاغنيه. سو انا محدد انه بدي اياها لهون مثل ما شايفين، بس علمت فرجينا وين في كليب. سو بيساعدني هيدا الشيء بالشغل. هلا حنشوف تاني واحد شو هو. سو بنشيل السولو عن هيدا الكليب، حط سولو سو بياخد الصوت بس من هيدا. اوكي سو هون كله ما في صوت لحديت هون. سو هون هيدا التراك تبع البيس. اوكي اخر تراك هو درامز. سو قادرين نستعمل كل كليب لحاله وقادرين نستعملهم كلهم. سو هيدول انا ما بدي اياهم، انا بدي بس لحديت هون. سو حنضل عاملين ميوت لاول كليب، بس حاعمل سولو لهول الثلاثة مع بعض ونشوف كيف يطلع. اوكي سو هلا انا ماني كتير حاشتغل بالصوت لهيدا الفيديو بالتحديد، سو ماني بحاجه للاندفجوال ستاف. سو في اترك بس الفيديو الاساسي الاوديو الاساسي وشيل عنه. اوكي وماني بحاجه لهالقد فراغ بالاول يعني، مبلش بكتير رواق. سو سو بدل ما تكون هلا طويلة في خدها من هون. سو نجي بنشوف. اوكي سو حدد له. اوكي
اوكي سو مثل ما شفنا هون كان الصوت عم بيخزق بالفيديو سو وصل على الزيرو دي بي. نحن عادة كل شيء اوديو ما بدنا اياه يتخطى الماينس 6 دي بي، سو بنعمل رايت كليك على الاوديو تراك نحط له اوديو جين ماينس 7 تراك، ننزل عنه بال ويف فورم سو تلقائيا ما تخطى الماينس 6 دي بي بهيدي الكا. هلا انا تعودت على هذا الشيء لانه صار لي زمان بشتغل بهالتراكس. اوكي بس بهيدي الحاله شو صار عندي كمان هون وطي الصوت بالاول. سو اللي فينا نعمله نستعمل البن تول اللي هي الشورت كت تبع بي، نحدد هيك هيك. سو هون صار عندي مثل شيء بقدر اتحكم بالاوديو على هالزيح. سو عليت الصوت بالاول وقلت له انه من هون يبلش ينزل هون رجع نزل طبقة، بينما اذا بتركها بلا هيدي النقطة يعني معلق بضل نفس الشيء. سو نعمل كنترول زي تيرجع مثل ما كان، هيك بيكون عندي كونستنت اوديو. اوكي هدول نعملهم انت ما ينزعج اللي عم يحضر. يعني نحن اسهل شيء لما نكون عم نحضر فيديو فجأة يعلى الصوت او فجأة يوطى الصوت، صوت نصير نضل لحقين الفيديو عم نعلي الصوت نوطي الصوت نوطي الصوت وبمحلات يمكن ينقزنا يمكن. سو نحن شغلة المونتور اساسا يطلع فيديو بشكل اللي عم يحضر وما ينزعج الا اذا هيدا الشيء مقصود. يعني في فيديوز معين بينقصد ينقز المشاهد كرمال نركز على شيء معين، هدول الاشياء لبعدين. اوكي سو هون خلصنا تقريبا الميوزك بارت، سو طفي هيدا الشيء كرمال ما بس انه الفيديو مع صوت ما ينزل فوقه ينزل الشيء اللي عم يشتغل. هلا فينا نعمل لوك للتراك بس مانا بحاجة لهيدا الشيء. سو هلا بدي بلش الفيديو. سو تلقائيا انا عارف انه كل شيء الصوت حاستعمله موجود بهيدا الكاميرا ال 1080 مش الجو برو. سو بجي بتطلع شو عندي كليبس. سو في عندي اوكي سو انا عم دور هلا على شيء اعمل فيه اوبننج للفيديو. اوكي سو هيدا الشيء عندي اياه مهضوم سو بعمل سيلف اوت. سو انا بدي استعمل من عند هاي جايز سو بعمل ان اوت، بحط الماوس فوق الفيديو مش فوق للفيديو اونلي ولا الاوديو اونلي، بعمل له دروب على التايم لاين. سو بما اني طفيت ال A1 تلقائيا اخذ على ال A2، بينما let's say بعدني تارك ال A1 مضوية بجي بنقل الفيديو حيجي يحطوه فوق. سو نجي نطلع هون شو عندي. اوكي سو ما كتير واضح الصوت ومبين عندي من الويف فورم ان الصوت كتير واضح. سو تلقائيا بعمل اوديو جين بلس 10. سو جي بطلع. اوكي سو بعده الصوت عالي بس اذا عملت السولو لاحظ انه وصل عندي للماينس 12. هون اعمل سلكت عليها شوي هذا الاوديو ما انا بحرج بحلو. سو نرجع نعمل
كده سو بدي اوطي الصوت سو 9 points put here minus 1 let's say اوكي بعد شوي وطي الصوت سو 6 هيدي في رجع شوي لورا هون قوي كتير صوت سو بدل ما تكون عندي بوينت هونيك نحي هيدي اوكي سو هون سو هون بتغير البيت عندي طبعا عامل الامباكت سو هون هيدا الشيء بيساعدني انقل على محل غير هيدا الفوتج تفرجي وين راكبين او شو عم نعمل سو بيجي بعمل سلكت للريزر تول بعمل كات هون بعمل كات هيدا البورت هيدا سو صار عندي هاي اوكي سو هلا بدي احط شيء من شو معقول نشوف بالفيديو تيتحمس اللي عم يحضر الفيديو سو هون بدي اروح على الفوتج تبع الجوبو هلا في استعمل هاي الطريقه ضلني عم بنقول من كليب لكليب ونقل البارتس اللي بدي اياهم وفي بي هون الشيء اللي كنت عامله بالاول كون اوريدي ماشي على الكليبس محدد الاشي اللي بدي اياها اطلع على فوق وبرجع من الاساس دغري من يعني let's see هون في عندي هالفيديو عن الابارتمنت اوكي سو لما نكتب سبيس عم يشتغل الفيديو بالريل تايم اللي هو السرعة العادية سو اذا بدي اسرع الكلوب هو ماشي بكنس L على الكيبورد بيصير times 2 بعد مرة بيصير times 4 بعد مرة times 6 بعد مرة times 8 ونفس الشيء بيسرع يعني حتى عم نشوف على التايم كود كيف صار عم يشتغل على السريع تشوف شو عندي فيديوز سو انا بدي شيء يكون مبين فيه لوكاس بطريقة مهضومة او شيء سو هيدي هي الجوبرو اللي معلقة على لوكاس على الشاس سو تلقائيا بعرف انه ما رح يبين فيها سو منا بحاجة لهالكاميرا نروح على الكاميرا التانية هي الجوبرو التانية سو بالجوبرو التانية في عندي هالفوتج هون بعدنا الاول اوكي سو هون في عندي لوكاس بين معه الكاميرا بالارو على الكيبورد لورا بقدر ارجع بالتايم لاين على البطيء او بالماوس بعمل دراج ارجع جيت مشوف وين اول محل بين بدي موفمنت بأولها بيساعدني تعمل ترانزيشن بعدين بالفيديو سو طلع في عندي بلورينس هالموفمنت سو بعمل لها سيليكسيون من هون اللي هي بعمل كات ماني بحاجة للأوديو بس انا سو بدي اياها نهار ليتس سي بعليها لفوق سو في من هلا انقلها على السيكونس اللي عم بشتغل عليه وفي اتركها هون وشوف شو بدي لقطات من بعد سو في بهالطريقه بحدد كل الفيديوز هيدا في عملها بالاول وبرجع بس عم بشتغل هيك بكون عارف شو اللي عندي الاشياء اللي بدي اياها بحطهم دغري وبسرع شو سو هلا خلينا نقول بس هيدا هذا
عملت لها كنترول سي، يعني عملت سلكت على هذا البارت اللي بدي اياه كنترول سي او رايت كليك كوبي، نروح على الدرافت، في اترك على الفي 1، في حطها على الفي 2. سو هون بعمل بالارو لفوق بحدد لي دغري انه في عندي هالسبيس من هون، اذا عملت كنترول في حيعمل فيو لفوق. سو نيجي نطلع. اوكي سو انا بدي من محل صورة ثابتة، سو من هون بلشت. وليش عملنا هيدا الشيء بهالطريقة؟ لان هلا بالكوبي بيست الفيديو بعده بال 50%، بينما اذا بدي اسحبه من هوني من الاساس من البن الاساسي بدي ارجع اعمل له سكيل داون. سو افضل اذا عملنا فوتج مختلفة نشتغل بهالطريقة، لانه اوريدي يعني انه سكيل داون. اوكي سو عم هيدا البارت بدي ليه يكون ترانزيشن، سو خلينا نعمل ميوت للاوديو. سو هون سو في قبل بثانية بسر لهيدا، ومن بعد رايت كليك عليها سبيد دوريشن، سو ليتس سي قبل عندي هون لهون هيدا الفراغ هو كناية عن 15 من الثانية أو 5 فريمز. سو بجي بقول له انه بدي هيدا الفيديو يصير وقته 15 من الثانية. تلقائيا صار هيدا السبيس. اوكي برجع بعمل دراج لل كليب. اوكي سو مثل ما لاحظنا باول الفيديو كنت عم اشرح لكم عن او قلت لكم عن السناب، هلا بدنا نشعل عليه. سو هون انا عم بعمل دراج، اذا بترك الكليب هون يعني ملاحظين كيف لحالها بتعمل سنابينج عليه، يعني بس قرب شوي منه دغري بتحسوها بوب لزقت بالكليب الثاني، بينما اذا بطفيها بلقط هيدا حركها، شفت كيف صارت عم تتحرك بطريقه اروع. سو هيدا افضل على طول نتركها، بتساعدنا ما يكون في عنا شو بيسموهم مثل ديد فريمز، يعني بتبين الصوره سوداء، بيبينوا معنا نحن عم نحضر الريفيو، بس انه ايام ممكن نعرف شيء لما يصير الفيديو طويل. سو افضل على طول نترك هذا الشيء. سو لما نجي نحضر شو صار عنا، يعني ما بينت هيدي الموفمنت، بس انا عندي نوع من شيك بسيطة بالفيديو بين هون وهون، يعني كل هيدا الكليب انا عم حرك الكاميرا ما بين الا بخمس فريمات اللي هي اقل من ثانية. سو نجي نشوفها مع موسيقى. منا كتير بدون هيك، سو بدي اياها تكون بعد اسرع من هيك. سبيد دوريشن سلك سبيد ريشن 50 اوبتيكال فلو. سو هيك صار عندي اياها على البطيء. سو هون انا عم بلعب على
واتسي، بدي اشوف لوكاس بالجنينة عم يلعب. سو بدي جرب أضبطنا فيه بأول بارت من الفيديو، فرجي أشياء انترستينج. سو هون في عندي لقطة هو معربش، وأنا عارف إنه حطيت له جو برو على الشاست، سو حيكون عندي صورة كمان من ميلي فوق. سو في استعمل هيدي اللقطة، هاللقطة عارف إنه في موفمنت عم بيصير عنده بشكل استعمال يطلع انترستينج. سو اللي هو هيدا البارت عم بعربش. اوكي سو بعمل كات، اخذت هيدا اللقطة كنترول سي، اخذت درافت كنترول في، شفتوا يعني وين عمل شو اسمه محل ما في عندي كان الكرسر الازرق. سو بعمل فلاش لفوق برد على اول تلقائيا معي. ما صار عندي هذا الشيء لان حاطط له اوبتيكال فلو من لما عملت ستو موشن، سو ما بدي اوبتيكال فلو. اوكي سو في عندي شيء بديهم هون. سو في عامل كاتبان سبيد دوريشن، في عامل دبل تربل شو مكان، سو بدي دبل سبيد. هيدي بطلع لها عازلة. سو اوكي سو هون شفته عم عربش، نروح على التشاست كوكو ممكن بعد هون عم يعربش. سو انا هنيك بهداك الكلب بين عندي انه اجره صارت فوق على اول حديدة، سو هون عندي اجره على اول حديدة ترى على الموضوع يا مع الصوت، بدي الصوت. سو كنترول سي عن كرافت. سو هون شفنا انه صار يتعب حديدة هون، هيدي ما بدي اياها، بعمل كنترول بي تلقائيا صار عندي كلش. اوكي هلا فينا نعمل شغلة اللي هي ترانزيشن بزوم ان. ليتس سي هلا يوجولي انا بفضل ستريت كاتس بلا الترانزيشن، بس for the sake of this tutorial هنروح على الـ effects panel.
فيديو افكتس، لا فيديو ترانزيشن، زوم، كروس زوم. بس نعمل دراج اند دروب. هنشوف شو صار عنا. اوكي بس بطيئة كتير، مزعجة، اولد فاشن، سو فينا نعمل الشغل اللي هي نسرع. نعمل كتير سريع. شوي اوكي سو في عندي هيدا الزوم ان والزوم اوت عم بيكون بالحالات ما بتشبه بعض. هلا فينا نعدل فيها اللي هي نروح على الافكتس بانل هون ليتس سي عم يبلش عند الديزولف من هون نعمل مارك بوينتس ليتس سي هون زوم ان نروح هون سو انا بديها تصير على لوكاس هيدا الجرين سو من هيدا الفيديو هي من تاني فيديو بس بفضل يكون على هيدا اللون position scale هون إذا عملت ريسيت يرجع من عندي صارت أفضل من الطريقة اللي كانت هلا بتنشوف شو صار عنا نعمل رندر انتو اوت تمشي كل الاحمر ما يعلق بالبريفيو اوكي سو هون في عندي تو كلوبس فوق بعض سو انا بدي هيدا سو بيجي بعمل سيلكت ومعلم الصوت سو بعد شوي ووتر فالفيديوين السبن سو سو هلا بسمع شيء وايد انجل سو ليتس فوكس اون ذا دوغ سو بدنا شيء صورة مبين فيها الكلب عم يركض او شيء تنفرج انه عم بيصير اكثر من شغله وحيكون الفيديو انترستنج
سو هون مبين عندي انه لوكاس لقيت الكاميرا وعم يسوي البوس. اوكي سو بجي بدور على موفمنت. سو نعمل سيلكت الكاميرا اللي كبيرة وهنا مبين بوس. اوكي سو ما مبين البارت اللي عم بربط فيه رجلي، سو بدي استعمل شي قريب اللي هي انه اوكي عم يتحرك. سو بلش عم يتحرك. ما بدي المومنت تبع الكلب. بديها بس بدي ارجع اظبط كيف عم تصير الاشياء عم تبين بيتي. سو بجي هون كنترول كي بطيئة كتير. اوكي سو هنا فيها تكون الاندينج لو عنا في باون وبعمل فيد اوت بتطلع منهم. سو هون بيجي بسرية انه بيها بنام. سو بقدر انه هيدي ثانية let's say so بصيرها لل 1 second انه ما بعد طويل كتير so بدي نص ثانية so let's say 14 okay it's perfect. Norms.
الصوت صار يعني خالص هيك بطريقة شوي ما كتير حلوة. سلام كنترول سي بيست سو حطيت الاندينج على كليب تاني نروح على الاوديو تراك ميكسر حطيت على الايتون حط ريفرب ستوديو ريفرب اوكي سو سهلة سو هيدا السر بعد اوكي هلا هيدا شوي سائل فيها لان اندينج شوي اعمل هذه الصورة بما انه مغير انا بال فريم ريت مش بالفريم ريت بال سكيلينج سو اي نيد تو نست ات تقدر اعملها ستابلايزنج سو بروح على الايفكتس بدور على شيء اسمه وورب ستابلايزر حط عليها بنتر تعمل انالايز هلا هون بيعمل كروبينج شوي على الصورة بيعمل لها ستابلايزنج سو اوكي اتس نوت باد بس انا صار عندي البايرز هنا سو تخلص من البايرز بدنا نزيد كتيبة بس هون بعد ما يعمل فيد بدي اقول let's say I don't know wait for the full video let's say ما بعرف so بروح على ال caption and graphics بعمل hovering وبقرب وبرجع ببين شو الموشن اللي عم بيصير عندي اياه بالجرافيكس سو هيدا مهضومة سو دراج اند دروب هدي هتبلش من عند الفيد اوكي سو بعمل سلكت على الايوة بدي اياها تكون اكبر سو افكت كنترول
معي select scale select تحت وبرجع بطلعها بديها تكون بالنص حط الماركرز او المارجنز تكون اكيد انه عندي اياها بالنص شو بدنا اياها تقول نقص على السلكت let's say نسميها لوكاس at the park او لوكاس on YouTube نشوف شو صار عنا هون الأول اوكي في عندي مشكلة الصوت ما مبين اوكي هيدي غلطة في عندي شغلة اللي هي الألوان منا كتير متناسقة سو نروح على الـ Current Panel هون بصير أكتر شي هنا فيه عذاب بالشغل صراحة بس أنا بهمني أقربهم سو ما رح كتير أعمل البيسكس سو جو بطلع هون عندي كتير على حمار حتى هون الـ Waveform عم ترجمني هذا الشي سو بدي متناسقة شوي البلاكس منيح عندي شوي مع التنسورة بس ما كان هذا الشي صاير سو ما كتير بيساعد سو هون نعمل اكسبوجر اب حيصير عندي جرين كتير بس ما بنصح حدا يتخطى ال1 بصراحة بالاكسبوجر بالاخص بالكاميرا زلقتين كونتراست منيح هايلايتس كنا مخفف شوي طبعا يكون عندي هيك الحدية شادوز تكون مثل ما هنا وايت شوي شاركنس عليها شوي كيربس عملت هايلايتس بلاكس كاس بس الأخيرة بس بقى عندي البلاكس ما كتير منيح والهايلايتس عاملين بيكينج سو البلاكس عندي كونتراست من ناحية الألوان اتس جود ما بدها كتير تأثير شوي هايلايتس بما انه هيدا الكليب اللي قبله هو زيته بس مسرعينه بس إذا بتركه عادي بيبين الفرق سو بعمل كوبي بعمل بيست اتريبيوت سو ما بدي الموشن بدي بس اللومتري كولر بنعمل بيست هدول الفلوكس اوكي سو نفس الشي لهون
select هال two clubs paste attribute. أول شيء بالأوتو تنشوف فوق شو حدد لي برضو عندي ضعف بالبلاكس بدي اياهم يدقوا بالزيرو البلاكس والوايتس والهايلايتس بدي اياهم يكون هالقدان لين فيكم كونتراست خضر سوبر خضر saturation so خفف من هاي شوية saturation ومن اللي قبله نزيد شوية saturation اوكي هون بقى عند الحمار سوبر قوي so خفيف زيد شوية هلا شوي عم بعلق لانه عم سيرش بالسكرين سو هيدا شي شوي بيتعبوا للكمبيوتر از ويل سو هون في عند الفلاكس بدكم تثبيت اكسبوجر في عند شوي بلس في عند الهايلايتس والوايتس جاوبت الباكس في كونتراست نفس الوركوف سنبدأ عملنا Ctrl C Paste Attribute Limitry Color Double Click تم نرجع نبدأ على 0 Contrast Add Blacks كليك تترجع من السيدو هيدا نفس الوقت سو كنترول سي بيست اتريبيوت بيست اتريبيوت ماتش كالر اوكي نعمل render into out شغله هون بالاول اللي هي لما تعمل over saturation بيشوف وين بالتحديد هي روح على effects control على limitry color
basic correction, exposure, حط keyframe. So بلاحظ انه هون هالقد هو okay, so it's not perfect, but somewhere of the okay, so let's say هيدا الفيديو اقتنعت انا فيه وبدي اعمل له اكسبورت وحطه على يوتيوب. So نروح على الاكسبورت ميديا. هون في عند الفورمات اللي هي يوجوالي عم نشتغل هلا بال H.264 اللي هو كل شيء اونلاين وهالقصص. أفضل شيء H.264. في أتركه HD 1080. في أنا عارف let's say أنا بدي إياه على يوتيوب, سو هذا الشيء بيساعد بالطريقة اللي حيعمل فيها أبلود لأفضل صورة على يوتيوب. سو بعمل له use maximum render quality. تلقائيا سمالي درافت باسم السيكونس اللي أنا عامله. هون معظم الأشياء ما نبدأ فيها لما نحن بنحدد شو اسمه الفورمات اللي بدنا نعمل فيها export. الشيء الوحيد اللي بشتغل فيه هو ال bitrate settings, so عطول بحطها VBR2 هيك بيعمل double check على الأشياء هو عم بيعمل ال export. audio ما بنبدأ فيه, أغلب الأشياء ما بستعملها يعني usually that's straightforward. ونعمل ال export. اوكي, سو نسبة لقديش طول الكليب, قد في عنا effects, قد البي سي تبعنا قوي وهالقصص, هذا كله بحدد بقديش سرعة الاكسبورت حتكون. سو كل ما كان اطول كل ما في effects, كل ما في color grading, عدة كاميرات, كل هالاشياء بتأثر. سو يا hopefully هذا الشيء ساعدكم شوي, يكون عندكم فكرة عن كيف بريمير الأشياء وهيك. سو لقدام هعمل فيديوز أكتر عم بشرح الترانزيشنز, إيفكتس, أشياء معينة بالديتيلز تبعها. هيدي كانت مثل نظرة سريعة على بريمير شو الأشياء اللي بنستعملها تنشتغل بفيديو from A to Z تقريبياً, أو at least على قد ما قدرت. سو هاي خلص الفيديو اللي هو 20 seconds, خد تقريبا نفس الشيء أو أكتر شوي. ومنعمل play تنتأكد أنه كل شيء good. الابلود على البلاتفورم اللي نحن بدنا اياه. So thank you اذا بقيتوا هالوقت من الفيديو. Hopefully كل شيء كان سهل ووصل المسج من هذا الشيء. اذا حبيتوا الفيديو please thumbs up.
وإذا بهمكم هيك نوع من creation بالأخص باللغة العربية، لأن ما كتير في فيديو الصراحة عم شوفها interesting على يوتيوب. So للمستقبل أعمل tutorials عن كيف نعمل transitions، كيف نعمل lower certs تبعنا، كيف نشتغل بـ After Effects، Audition، هالقصص. ومثل ما قلت لكم بالأول هأعمل intro، كمان أعمل recording كيف عم بشتغلها، وكل شيء comments أكيد leave it down، شو معقول بهمكم تشوفوا أشياء، أو إذا في شيء أنا من ناحيتي بقدر غيره بالتصوير بيساعد توصل الفكرة بطريقة أحسن أو شيء. So all the best guys، و see you in the next video.